وللحديث أكثر عن أوضاع المدن المنكوبة في ظل حالة التهميش التي تعيشها مع إقرار موازنة العام الجاري وعدم وجود رؤية حقيقية لإعادة إعمارها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك السيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد لبيد. يعني خرجت المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية في الفترة الأخيرة غير صالحة للحياة، يعني 3 أعوام هكذا تقريبا يعني مر على انتهاء العمليات العسكرية وهناك تأخر في إعادة إعمار هذه المحافظات، ما هو السبب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السبب في ذلك يعود أولا إلى أن العملية إطالة زمن المعاناة، هذا هو هدف من أهداف الدولة الطائفية حاليا، لأن النازحين ينتمون إلى المحافظات المغضوبة عليها التي وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وهناك طبعا حملة منظمة من أجل تهميش، ليس فقط تهميش وإنما حملة إذلال وإطالة زمن معاناة سكان هذه المحافظات بصورة عامة والنازحين بصورة خاصة. هذه العملية عملية منظمة وليست عملية اعتباطية، وتتضافر فيها جهود الميليشيات مع الجهود الحكومية نفسها، بالإضافة إلى ما يسمى بالحشد الشعبي وخصوصا الحشد العشائري الذي هو متواطئ جدا مع الميليشيات المعروفة. كل هؤلاء بالحقيقة يستهدفون النازحين ويحاولون دائما أن يمارسوا عليهم كل الضغوط بتهم باطلة. هناك من يقول أن لديهم كانوا أبناء ينتمون إلى تنظيم الدولة وهناك تعاون إلى آخره، وهي تهم باطلة. لذلك فلا نتوقع أن هذه المعاناة ستحل على المستوى المنظور. بعض النواب يرجعون إهمال تلك المحافظات إلى ما قبل ذلك، يعني إلى ما قبل هذه العمليات العسكرية بالموازنات المتعاقبة منذ 6 سنوات، يعني أهملت هذه المحافظات، كيف ترى أولويات توزيع مخصصات الموازنة في ظل هذه التفرقة ربما غير المبررة؟ بالرغم من الحاجة الكبيرة لإعادة إعمار هذه المحافظات، لأن هذه المحافظات هي المحافظات التي تعرضت للدمار شبه شامل يعني بسبب العمليات العسكرية والقصف. وبالمناسبة الدور، معظم دور النازحين وبيوتهم معظمها تم تخريبها بعد انتهاء العمليات العسكرية، فعملية التخريب كانت عملية مدروسة ومتعمدة كما ذكرنا من أجل إدامة حالة المعاناة ومنع الحيلولة دون عودة النازحين إلى المحافظة. لكن عودة إلى صلب السؤال، بالنسبة للميزانية، الميزانية الأخيرة التي أقرها البرلمان حصلت هذه، يعني هذا اللافت في الموضوع والمضحك المبكي، أن هذه المحافظات المنكوبة والتي هي بحاجة كبيرة إلى إعادة الإعمار هي حصلت على أقل ميزانية مقارنة بالمحافظات الأخرى. يعني وهذا ناتج عن تواطؤ النواب الذين يدعون أنهم يمثلون هذه المحافظات وهم أبعد من أن يكونوا ممثلين لهذه المحافظات. فالميزانيات الضعيفة هذه لا يعني خرجت مخيفة جدا للآمال، وأصبح من البعيد من المستبعد جدا أن تساهم أو تخصص حصة كافية من هذه الميزانيات الضعيفة أن تخصص حصة من أجل إعادة إعمار ومن أجل إعادة النازحين إلى مساكنهم وإلى مناطق سكنهم الأصلية لكي يعيشوا عيشة طبيعية وعيشة كريمة. فالكل متواطئ معهم، سواء النواب الذين يدعون تمثيل المحافظات أو الميليشياويين أو الدولة الطائفية بصورة عامة. يعني الأوضاع في هذه المحافظات كيف تراها مع حديث الأهالي عن انعدام الخدمات في ظل وضع صحي كما تعلم وتعليمي متردد جدا؟ بالتأكيد، يعني هذه نحن نتكلم الآن في والجو شبه معتدل، يعني
لكن بعد شهر من الآن سترتفع درجات الحرارة بالطراد، ومن ابتداء من شهر الخامس إلى شهر أيلول يعني تكون درجات الحرارة مرتفعة، ثم بعد ذلك يأتي الشتاء، ويعني المعاناة مستمرة سواء نتيجة الحر أو نتيجة البرد، بالإضافة إلى أن هناك جائحة، واليوم أعلنت وزارة الصحة بأنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من عدد الإصابات وعدد الوفيات، والحالة الصحية هناك جدا متردية، بالإضافة إلى حالة التعليم، وبالإضافة إلى عمليات الابتزاز التي يتعرض لها النازحون من قبل الميليشيات. الميليشيات تعتاج على هؤلاء المساكين من خلال ابتزازهم ومن خلال مداهمة بيوتهم ونهب ما فيها. هذه معاناة طويلة وعريضة، وأنا لا أعتقد أن الدولة جادة، بالعكس الدولة متواطئة في إدامة حالة المعاناة هذه، وأنا أعتقد وجازما بأن الوضع لا يمكن أن ينصلح إلا ما بتدخل دولي، يعني من أجل إنقاذ حياة هؤلاء النازحين أو جزءا منهم، أو من أجل إلا بإسقاط العملية النظام كاملا. يعني هذا النظام لا يمكن، العراق كله لا يمكن أن ينصلح إلا بإسقاط هذا النظام، والعمل الحاجة أكثر ماسة تكون أكثر ضرورية لهؤلاء النازحين من أجل الخلاص من هذه المعاناة، بالخلاص من هذا النظام الذي عاث في العراق فسادا. نعم، إذن عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميضعي كنت ضيفنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.